بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 57. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا في باب النذر، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، يعني عن الدخول فيه، قال إنه لا يأتي بخير وإنما استخرجوا به من البخيل. وأيضا الإنسان يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه أو يعجز عنه، فيكون هو الذي أحرج نفسه. فهذه المرأة نذرت أن تحج ماشية على قدميها، وهي امرأة ضعيفة وربما تكون مريضة وكبيرة السن، فهي ألزمت نفسها بشيء شاق أو لا تطيقه، فلذلك احتاجت إلى أن تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يقعون في مثل هذا، ينذرون أشياء ثقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها، وكانوا في عافية من الأول، لو لم ينذروا كانوا في عافية. هذه المرأة نذرت أن تحج ماشية، ولما فكرت وجدت أن هذا أمر صعب، فوكلت أخاها أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز الاستنابة في الفتوى، وفيه الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل. النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تمشي وأن تركب، أن تمشي حسب قدرتها وأن تركب إذا تعبت، لأن هذا الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبير السن يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه نذر أن يحج ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. يؤخذ من هذا أنه يشرع للإنسان الرفق بنفسه، وأن لا يتكلف شيئا لم يكلفه الله به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، دليل على أنه لا يتعين النذر الذي يشق على الإنسان، لأن الحرج موضوع ومرفوع ولله الحمد. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن سادة الأنصار، له فضائل عظيمة. توفيت أمه رضي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه، في ذمتها نذر لم توفه، فكان سعد كان بارا بأمه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يقضي عنها ذلك؟
قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضه. فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين ولا يرجع إلى غيرهم، فهذا سعد على جلالة قدره وفضله وعلمه، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما فضل البر بالوالدين، وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين بل يتصل بعد الموت، بأن يتصدق عنهما ويسدد ما عليهما من الديون وينفذ وصاياهما ويدعو لهما. فالبر متصل بعد الموت، لا يقول الإنسان إن والده مات وخلاص انقطع عمله. نعم هو انقطع عمله، لكن الحي يهدي إليه ثواب عمله، وينفعه ذلك حسب ما جاء في الأدلة. فقد جاء أن الصدقة تنفع الميت، وأن الدعاء ينفع الميت، وأن الحج والعمرة ينفعان الميت. فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل، أما ما لم يأتي به دليل فإنه يتوقف فيه. الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية عامة لكن خصصتها الأحاديث الدالة على جواز أو على مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها، لا سيما من الولد. فالولد هو من كسب أبيه ومن عمل أبيه، أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا الحديث أن من مات وعليه حق لله أو حق للمخلوقين أنه يقضى عنه، وأن ذلك يبرئ ذمته. والحديث لم يعين هذا النذر، لكن جاء في بعض الروايات أنها نذرت أن تتصدق، لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل في العبادات. لكن العلماء مختلفون، قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة، وأما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام وكل ما هو بدني، والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة. وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نذرا إنها تدخلها النيابة، فلو نذرت أن تصلي فإن وليها يصلي عنها، أو نذر الميت أن يصلي ولم يتمكن فإنه يصلي عنه، لأن هذا شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه فتدخله النيابة. أما الأمور التي وجبت بأصل الشرع فهذه لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا يذكر الله أحد عن أحد، إنما هذه خاصة بمن فعلها. أما النذور تدخلها النيابة سواء كانت بدنية أو مالية. وقد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في رواية في البخاري من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فدل على أن العبادات المنذورة تدخلها النيابة سواء كانت بدنية أو مالية لقوله وعليه صوم نذر. أما الصوم الواجب بأصل الشرع لا، أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور هذه تدخلها النيابة، كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة.
إبراء لذمة الميت. الحاصل أن النيابة على ثلاثة أنواع: نيابة في الأعمال البدنية التي لم تدخلها، التي العبادات البدنية التي ثبتت بأصل الشرع، هذه فيها خلاف كما ذكرنا. النيابة في الأعمال المالية، هذه لا خلاف أنها تدخلها النيابة، كوفاء الديون وقضاء الزكاة. أما العبادات البدنية التي لم تجب بأصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق، ما خلفهم النفاق كالمنافقين، لأنهم صادقوا الإيمان وليس لهم عذر من ناحية المال أو البدن، فهم أقوياء ويقدرون، إنما تخلفوا من باب التثاقل والتكاسل، تخلفوا من غير عذر، فصار ذلك ذنبا عظيما. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كان هذا ذنبا عظيما. أدركهم الندم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر، وجاء المنافقون يعتذرون. المنافقون كذبوا وادعوا لهم عذار وأن لهم. الرسول قبل علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر، وإنما شيء وقع منا، هذا الشيء وقع منا، اعترفوا أنهم أخطأوا وليس لهم عذر. فلما صدقوا أخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوا يعني خلف أمرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعلا، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم حتى بقوا 40 ليلة لا يكلمهم أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم، بعزل زوجاتهم عنهم، فبقوا كما ذكر الله عنهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية: ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، بينما هم في هذه الشدة إذ نزل توبتهم من الله جل وعلا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عليهم، فاستبشروا بذلك وفرحوا، وفرح إخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم، فرحوا بذلك أشد الفرح. فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، ماله كله يخرج منه لله عز وجل، يجعله صدقة شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل. فهذا بمثابة النذر، هذا بيكون بمثابة النذر، ولذلك أورده المؤلف في باب النذر، أو أنه يقاس عليه النذر. فلو نذر الإنسان أنه يتصدق بماله كله، أو قال مثلا: أنا أتصدق بمالي كله ولم يقل علي نذر، المعنى واحد: إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
فهذا فيه دليل على أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خير له أن يمسك بعضه من أجل أن يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره، ولا يبقى بدون مال، ويتصدق بما زاد عن حاجته. هذا موضع الشاهد من الحديث، أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفقة على نفسه وعلى أولاده، وما زاد عن حاجته يتصدق به. وهذا دليل على يسر هذا الدين ورفع الحرج عن المسلم. لكن يمكن يسأل سائل فيقول: أليس الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أليس هذا يدل على أن الإنسان يقدم ماله ولو كان محتاجا إليه ولو كان يحبه؟ نقول نعم بلى، ولكن الناس يختلفون. وأبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، أبو بكر تصدق بماله كله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، إذا قوي إيمان الإنسان وقوي توكله على الله فإنه لا بأس أن يتصدق بماله كله كأبي بكر رضي الله عنه. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة ويخشى أنه إذا احتاج يخشى أنه يتألم أو يتحرج، فهذا يبقي من ماله ما يدفع به حاجته. هذا راجع إلى إيمان الشخص، قوة إيمانه أو ضعف إيمانه. فإذا بلغ الإيمان مبلغ ما إيمان الأنصار يؤثرون على أنفسهم، مبلغ الإيمان في أبي بكر تصدق بماله كله، فله أن يتصدق بماله كله لأنه يستغني بالله عز وجل. أما إذا كان الإنسان ما وصل إلى هذه الدرجة فإنه يبقي ما يكفي لحاجته. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء، القضاء مصدر قضى، يقضي قضاء، وله معاني في اللغة العربية، منها الفراغ من الشيء، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها، فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. القضاء يراد به الفراغ، ويراد به قضاء الفائت، قضاء الشيء الفائت، إذا فاتت العبادة فإنك تقضيها، كما لو نسيت الصلاة أو نمت عنها ولم تفطن أو تتيقظ إلا بعد خروج الوقت فإنك تقضيها، أو صليت صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفطنت أنك صلاتك ما هي صحيحة تقضيها، بمعنى تعيد الصلاة. ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس، فالقضاء في الشرع هو الحكم، هو الإلزام، هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وفصل الخصومات. هذا تعريف القضاء في الإسلام، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وفصل الخصومات. بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم الشرعي من غير إلزام، غير إلزام به، فالقاضي يلزم الخصم، وأما المفتي فلا يلزم المستفتي، يبين له الحكم ويكله إلى نفسه. هذا الفرق بين القضاء والإفتاء. والقضاء في الإسلام ضرورة، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فإن الله جل وعلا قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بما أنزل الله. أمر نبيه بالقضاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي، كان قاضيا وأميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام، وإماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة، وكان داعية وواعظا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة دلت على نصب القضاة لأجل الحكم بين الناس، ومنه هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. والإجماع منعقد على أنه لا بد من نصب القضاة، والضرورة تدعو إلى هذا، لأنه لو لم يكن هناك قضاة لضاعت الحقوق وتسلط الظلمة على الناس، فالضرورة تقتضي نصب القضاة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما، وبعث عليا رضي الله عنه قاضيا، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث القضاة، والخلفاء من بعده كانوا يبعثون القضاة وينصبون القضاة. فالقضاء ضرورة في الإسلام، لا بد للمسلمين منه لئلا تضيع الحقوق، ولئلا يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله. تجي القوانين والطواعين والبلاوي، فلا بد من القضاء الشرعي للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ أحكام الله سبحانه وتعالى. فالقضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه، فينصب الإمام القضاة وبحسب الحاجة، ويجعل لهم رزقا من بيت المال لأجل أن يتفرغوا للقضاء، فيعطيهم ما يكفيهم من النفقة والمال حتى يتفرغوا للقضاء. كذلك الوظائف الدينية يعطى أهلها ما يكفيهم، كالإمامة في المساجد والإفتاء وغير ذلك والحسبة، هذه أمور لا بد منها، وهذه من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين، لأن الأمة بحاجة إليها. الشاهد معنا القضاء أنه أمر ضروري ولا بد منه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عائشة، هو حديث عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس من شرع الله جل وعلا، عملا يعني عملا مما يتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية العملية، لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تضاف إلى الشرع وهي ليست منه. فالبدعة ما أحدث في الشرع مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة، هذه هي البدعة. سميت بدعة من الابتداع، وهو الابتداء، فالمبتدع ابتدأ دينا جديدا، لذلك سمي مبتدعا، وسمي هذا العمل بدعة يعني محدث. وقوله فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه، وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله أو يبعده عن الله ويعاقب عليه بدلا يؤجر،
لا يسع المسلمين إلا العمل بالسنة، ولا يجوز العمل بالبدع والمحدثات، فإنها تفسد الدين وتقضي على السنن، ويحصل بسببها مفاسد، يغير دين الله عز وجل، وتأتي الشياطين الإنس والجن يجلبون هذه البدع ويحسنونها للناس، وتترك السنن. والمبتدع أبغض شيء عليه السنة، ولذلك لو تذكر له السنة يغضب عليك. المبتدع لا يحب السنة أبدا، لا يجتمع حب البدعة وحب السنة، فلو تذكر للمبتدعة الأدلة الصحيحة غضبوا عليك وأنكروا عليك، فهم يبغضون السنة. وهذا من آفات البدع، أنها لا تجتمع هي والسنة أبدا. والسنة ولله الحمد فيها خير وفيها كفاية، ولسنا بحاجة إلى البدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الدين كامل ولله الحمد، ليس بحاجة إلى إضافات أو زيادات. من كان يريد الخير فليعمل بالسنن، يعمل بالسنن وفيها كفاية ولله الحمد. فديننا ليس فيه نقص علشان يضاف إليه شيء، ديننا كامل ليس فيه. وأيضا البدعة تشريع، والمشرع هو الله جل وعلا، لا يجوز لأحد يشرع في الدين ما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين تشريع، العبادات تشريع، فمن أحدث بدعة فقد شرع وشارك الله عز وجل، شارك الله في الحكم والتشريع. فالبدع شر كلها، وإن كان أصحابها يزعمون أنها خير وأنها بدع حسنة، يقولون بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وهؤلاء يقولون لا، ما كل بدعة ضلالة، يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لا هذا غلط، هناك بدع حسنة، ما هي كل بدعة ضلالة. والرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى أعم، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث سواء كان هذا الإحداث عملا أو قولا، سواء كان عملا أو قولا فإنه بدعة. الرواية الثانية خصت العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية الثانية داخلة في الأولى، لأن الأولى عامة وهذه بعض أفرادها فتدخل فيها. وقوله فهو رد أي مردود عليه، ففي هذا ذم البدع والنهي عنها، تحذير منها، تطهير الدين منها. وهذا عمل المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل قرن ليجددوا للأمة دينها، فلولا أن الله يبعث المجددين لتراكمت البدع ولغيرت السنن، ومع طول الزمان يختفي الشرع، تجي البدع مكانه. لكن الله برحمته وفضله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ما معنى يجدد؟ يعيد الدين جديدا، بدل أن طمس بدل أن طمس وأخفي بالبدع، يبعث الله من يميط هذه البدع ويزيلها ويظهر الدين جديدا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكان من حق المجددين علينا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نسير على منهجهم، لكن كثير من المبتدعة يسيئون في حقهم ويتهمونهم ويكفرونهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة، لكن هذا لا يضرهم، إنما يضر من صدر منه هذه من صدرت منه هذه التصرفات في حق العلماء، لا يضرهم هذا. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟
نقول يدخل فيه القضاء. فمن قضى بقضاء ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود ومنقوض. فلو أن قاضيا حكم بما يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فإنه باطل، يجب نقضه، يجب نقضه ورده. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. هذه هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، أم معاوية بن أبي سفيان وأم يزيد بن أبي سفيان، وهي امرأة عربية شهمة، فيها شهامة، فيها قوة، وأنجبت الأبطال، أنجبت الأبطال كمعاوية وأخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وزوجها أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب المعروف الذي تأخر إسلامه، أسلم عام الفتح رضي الله عنه، أسلم عام الفتح وكان من سادة قريش، بل لما قتل زعماء قريش في بدر صار هو من بعدهم هو الزعيم، إلى أن من الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح. جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، فتقول: إن زوجها أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني بخيل مع حرص، الشح هو البخل مع الحرص، وصفته بهذا، هي وصفته بهذا، شحيح. ليه شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هذا هو الشح، أنه يشح عليها بالنفقة هي وأولادها. هل يجوز للإنسان أنه يغتاب الشخص؟ هذه غيبة، أليس كذلك؟ هذه غيبة. قالوا هناك مواضع تباح فيها الغيبة، إذا كان القصد التوصل إلى الحق ودفع الظلم أو نصرة الحق فإنه تباح الغيبة عند الحاكم، عند القاضي، لأجل التوصل إلى الحق. فهي ليس قصدها التفكه بعرض أبي سفيان، وإنما قصدها الوصول إلى حقه، وذكرت السبب فقط، ذكرت السبب ولم تقصد التنقص، إنما تقصد توصل إلى حقها. فهذا فيه دليل على أن المشتكي والمتظلم أنه يذكر ما في خصمه من الظلم والعدوان لأجل أن يتوصل إلى حقه، وليس هذا من الغيبة المذمومة، ليس من الغيبة المذمومة، هذا مستثنى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا فيه دليل على أن المرأة لا تأخذ مما زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم، ما تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه أو بإذن الحاكم الشرعي، لأن هندا جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذت، مع أنها يمكنها أن تأخذ، لكن ما أقدمت على هذا إلا بعد أن جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المشكلات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مش علاقة هذا في باب القضاء؟ علاقته أن الرسول حكم على أبي سفيان، سمع دعوى هندا وحكم على أبي سفيان وهو غائب، قالوا: فهذا فيه دليل على جواز الحكم على الغائب إذا استدعى الأمر هذا،
لئلا تضيع الحقوق، واللسان الواحد يتغيب ويختفي وتضيع الحقوق، فإذا علم أنه سيحكم عليه جاء، ولا يصير هذا يفتح الباب للمحتالين ويختفون ويسافرون وتضيع الحقوق. فالحكم على الغائب هذا حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان. هذا وجه سياق المؤلف لهذا الحديث في باب القضاء، وهو حجة لمن قال يقضى على الغائب. وإذا جاء الغائب وطلب إعادة النظر فله ذلك، له ذلك، ما يسد الباب عليه. فإذا جاء وأجاب عن دعوى المدعي بجواب صحيح فإنه على حقه، فإنه على حقه، فيحكم على الغائب. وإذا حضر وعنده شيء خفي على الحاكم فإنه يبديه، والحاكم يغير حكمه، وإنما قضى على الغائب من باب الحاجة والضرورة ودفع حاجة المضطر. وهذا في سد باب على المحتالين الذين يتهربون من القضاء ومن الحكم عليهم، إذا علموا أن الحاكم سيحكم عليهم ما اختفوا ولا تحيلوا. ومن العلماء من يقول لا، هذا ما هم من باب القضاء، هذا من باب الإفتاء، هذا من باب الإفتاء، لأن القضاء لا بد من سماع جواب المدعى عليه، هذا الأصل في القضاء، لا بد من سماع المدعى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع من المدعى عليه، فيكون هذا من باب الفتوى لا من باب القضاء. وعلمتم أن الفتوى تختلف عن القضاء، الفتوى هي بيان الحكم من غير إلزام، وأما القضاء فهو بيان الحكم مع الإلزام، لكن الظاهر القول الأول أن هذا من باب القضاء، وأنه يجوز القضاء على الغائب، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله في باب القضاء. وفيه دليل على مسألة الظفر. الظفر، ما هي مسألة الظفر؟ إذا كان لك حق على شخص وأبى أن يعطيك إياه وظفرت بماله، فإنه يجوز لك أن تأخذ قدر حقك، لأنك ظفرت بحقك فتأخذ منه قدر حقك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا لم تتمكن من أخذ حقك وظفرت بمال لخصمك فإنك تأخذ قدر حقك منه، هذه يسمونها مسألة الظفر، وهي مشهورة عند أهل العلم. في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وأولادها على زوجها. نفقة الزوجة هذه لا إشكال فيها، ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف، كما جاء في الحديث. أو ماذا معناه؟ قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته من قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فنفقة الزوجة لازمة للزوج حتى ولو كانت غنية، لو كانت الزوجة غنية عندها مليارات والزوج فقير يلزمه أن ينفق عليها بقدر استطاعته نفقتها عليه، لأنها محبوسة عنده. أما الأولاد فتجب نفقتهم إذا كانوا محتاجين، أما إذا استغنوا ليس لهم نفقة. إذا استغنوا وصاروا موظفين ولا يشتغلون ولا يبيعون ويشترون ويحترفون ليس لهم نفقة على والدهم، لكن إذا احتاجوا وليس لهم حرفة ولا وظيفة ولا أو هم لا يستطيعون العمل لكونهم مرضى أو أنهم يفقدون بعض أعضائهم ولا يستطيعون، فالوالد ينفق عليهم يعولهم، إنما إذا استغنوا فليس لهم حق على والدهم. وفي الحديث دليل على أن النفقة
لا حد لها، وإنما يرجع فيها إلى العرف، إلى العرف. خذي ما يكفيك وولدك بأي شيء، بالمعروف، بالمعروف، ما تعارف عليه الناس في كل زمان بحسبه. فالنفقة إنما تكون بالمعروف، أي هذا فيه الإحالة على العرف في بعض الأمور التي لم يحددها الشارع، الشارع الحكيم لم يحددها، لأن الأوقات تختلف والأشخاص يختلفون والمتطلبات تختلف، فالشارع أحال هذا على العرف في كل وقت، في كل وقت بحسبه. فهذا بعض ما يدل عليه حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم وفيه مسائل عظيمة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي كما سمعتم، كان هو القاضي، لأن الله أمره بذلك، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فهو القاضي وهو المفتي وهو الإمام وهو الأمير وهو المحتسب عليه الصلاة والسلام، وهو الداعية إلى الله، وهو الواعظ، كل أمور الدين يقوم بها صلى الله عليه وسلم. قام بأعباء الرسالة عليه الصلاة والسلام كلها ووفاها حقها، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حق جهاده. سمع جلبة، يعني أصواتا عند بابه صلى الله عليه وسلم، جلبة خصم يرفعون أصواتهم، تعرفون النزاع إذا صار نزاع ترتفع أصوات المتنازعين ولو من غير قصد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وأنكر عليهم ذلك، وقال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. هذا كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. هو بشر صلى الله عليه وسلم، من أب وأم، هو بشر من أب وأم عليه الصلاة والسلام، وليس هو ملكا من الملائكة، وليس هو نور من كما يقولون أنه نور وليس بشر، وإنما هو نور كما يقوله الغلاة والمبتدعة الذين يرفعونه فوق منزلته، أو يقولون إن له حق في الربوبية والألوهية، وأنه ينفع ويضر بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهو بشر، لكن الله خصه بالرسالة كما قال الأنبياء لأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء. والكفار المتعنتون يقولون: نطيع بشرا مثلنا؟ يقولون: ما هو إلا بشر، إن أنت إلا بشر مثلنا، وش اللي خصك وصار لك ميزة علينا؟ كلنا أجل نصير رسل، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله ميزهم بالرسالة، وإلا هم في الأصل بشر، لكن الله ميزهم بالرسالة والوحي، وإلا من حيث البشرية هم بشر، ولذلك يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمرضون ويحزنون ويموتون عليهم الصلاة والسلام، ويدفنون كما يدفن الناس، فهم بشر. الرسول يقول: إنما أنا بشر مثلك، أنا لا أعلم الغيب، وأعلم من هو المصيب من الخصوم والمخطئ،
ما يعلم هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكم على ما يظهر له، على ما يظهر له من الدعوة والإجابة من البينة واليمين، يمشي على أصول في القضاء ويكل من حيث الظاهر ويكل البواطن إلى الله جل وعلا. لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه من الغيب من باب المعجزة، من باب المعجزة. أما أنه يعلم المحق من المبطل في الخصومات فهو لا يعلم، صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، وربما يكون بعضكم أبلغ بحجته من بعض. البلاغة هي صفة من صفات المتكلم، يكون بليغا ويكون فصيحا، أو يكون عييا ولا يستطيع الكلام ولا يحسن الكلام، هذه منن من الله سبحانه وتعالى. والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهي على قسمين: إن استغلت في إظهار الحق وبيان الحق فهي محمودة، وإن استغلت في طمس الحق وإعزاز الباطل فهي مذمومة، هي مذمومة. ولهذا يقول الشاعر في زخرف القول: تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. البلاغة إذا كانت لأجل نصرة الباطل وطمس الحق فهي مذمومة، أما إذا كانت بالعكس لنصرة الحق وإظهار الحق فهي منحة من الله ونعمة. فالرسول خشي عليهم من الجانب الثاني، أن يكونون يستعملون بلاغتهم لأجل أخذ حقوق الناس، حذرهم من ذلك وقال: إنما أقضي على نحو ما أسمع. هذا فيه دليل على أن قضاء القاضي حسب الظاهر، حسب الظاهر، وهذا محل الشاهد من الحديث، فيحكم على نحو ما يسمع. فإن كان فيه شيء خفي فإن هذا في ذمة من أخفاه وكتمه، والله هو الذي يتولى السرائر سبحانه وتعالى. القضاة لا يعلمون الغيب، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في هذا فالقضاة من باب أولى. فهذا فيه دليل على أن حكم الحاكم لا يغير، لا يغير الحق. بعض الناس يقول: لا هذا لي أنا، حاكم لي القاضي بهذا، حاكم لي القاضي فهذا لي حلال. نقول: لا، ما هو بلك حلال إلا إذا كنت صادقا، إذا كنت صادقا فهو حلال، أما إذا كنت مزورا وكذابا وفصيحا، استعملت الفصاحة لأخذ حقوق الناس، فإن حقوق الناس باقية لهم وأنت ظالم، ولا بد من رد المظالم إلى أصحابها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. معناها أن من علم من نفسه أنه كذاب وحكم له القاضي في الظاهر وهو يعلم أنه كذاب لا يجوز له أخذه، ويقول: هذا أخذته من عند القاضي أو من المحكمة. عليه أن يرد الحق إلى صاحبه، لأنه قطعة من النار والعياذ بالله، قطعة من النار، فعليه أن يرد الحق إذا علم من نفسه أنه كاذب وأنه مزور. وكذلك المحامين اللي يحامون دون الناس إذا كانوا مزورين ومبطلين فإن هذا أمر لا يجوز لهم، وعليهم أن يردوا الحقوق إلى أهلها ويتخلصوا منها الآن. وشر الناس من ظلم الناس للناس، شر الناس من ظلم الناس للناس. أما أنه يزور من أجل أن يحصل على أجر المحاماة ويأخذ أموال مقابل المحاماة ولو بالباطل، الله جل وعلا يقول: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كان الله بما يعملون محيطا.
فعلى المدعي وعلى المحامي عليه أن يتقي الله سبحانه، وعلى المدعى عليه أيضا أن يتقي الله ولا يكتم الحق الذي عنده، على كل من الخصمين أن يؤدي الحق إذا كان ظالما، ولا يعتبر القضاء أنه مسوغ له، بل القضاء إنما هو على الظاهر لا على البواطن، الذي يقضي على البواطن هو الله جل وعلا، أما البشر فيقضون على الظواهر. فالواجب التنبه لمثل هذا الأمر الخطير. نعم. وعن عبد المصنف أورد هذا الحديث ليدل على أن حكم القاضي إنما هو على الظاهر، وأنه لو حكم بشيء والباطن خلافه فإن حكمه لا يسوغ للخصم أن يأخذ هذا الشيء، لا يسوغ له، وإنما هو نار من نار جهنم. نعم، يكفي. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل قاضيا في بلد لا يحكم بشرع الله، ولكني اخترت الحكم في القضايا التي تختص بالضرائب فقط، والسؤال: فهل حكمي في قضايا الضرائب من الحكم بغير ما أنزل الله؟ الفرائض، الضرائب. أحسن الله إليك. ضرائب. نعم أحسن. الحكم اللي بغير حق من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا كانت هذه الضرائب من باب الظلم وأخذ أموال الناس فهي باطل، لا يجوز هذا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض الشراح بأن شح أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إنما كان في النفقة على أهله لا مطلقا، حتى لا يستأنسوا بالدنيا، لا أنه بخيل في سائر الأمور، فهل هذا صحيح؟ ما أدري والله، وش يدريه عن هذا هو؟ وش اللي يدراه؟ يعرف أبا سفيان وعاصر أبا سفيان. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط في القاضي أن يكون قرشيا؟ هذاك الحاكم، الحاكم ولي الأمر السلطان، إذا تشاح الأكفية، إذا تشاح الأكفية عند التعيين فإنه يختار القرشي. أما إذا كان للناس إمام ولو كان غير قرشي، أو ما وجد قرشي، أو كان فيه قرشي لكن ليس أهلا للولاية، فإنهم يختارون الأصلح للإسلام والمسلمين. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط للنذر لفظ معين، كأن يقول: لله علي نذر، أو نذرت أن أفعل كذا؟ إذا قال لله علي فهذا نذر، أو قال نذرت أن أفعل كذا هذا نذر. نعم. ألا النذر هو الالتزام، وكل لفظ يدل على الالتزام فهو نذر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث التي نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية، وكذلك حديث كعب بن مالك، هل يفهم من هذين الحديثين أن من نذر أمرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فإنه لا كفارة عليه؟ هذا عبادة، هم يبون عبادة، وما في شك أن بذل النفس في طاعة الله أنه عبادة، هم يريدون هذا، يريدون أن يبذلوا أنفسهم لله عز وجل ويتعبوا من أجل العبادة والتعب، فهم ما هو هذا من خارج عن العبادة. لكن العبادة إذا صارت ثقيلة ولم يكلفك الشارع بها فلا تدخل فيها من الأصل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على أن المقصود بهذا الصوم صوم النذر وليس صوم الفريضة؟ جاء في رواية عند البخاري: من مات وعليه صوم نذر كذا، من مات وعليه صوم نذر، قالوا هذا مخصص. نعم. أو مفسر لعموم الحديث. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قاعدة المشقة تجلب التيسير كما أخذت من حديث أختي عقبة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه؟ أن يطيع الله من غير مشقة شديدة، من نذر أن يطيع الله في غير مشقة شديدة، أما إذا كانت المشقة شديدة أو لا يستطيعها الإنسان فلا يلزم هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نذر على فعل شيء مباح
هل هو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة؟ نعم، إذا نذر نذرا مباحا مثل نذر أنه يشتري ثوب جديد ويلبسه أو أنه يركب سيارة، هذا نذر مباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. أو نذر أنه يعمل وليمة ويدعوكم إليها، مخير، إن شاء يعمل وليمة ويدعوكم وإن شاء يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظفرت بمال لأحد إخوة المديون الذي أضال، أحسن الله إليكم، يقول: إذا ظفرت بمال لأحد إخوة المديون الذي أطالبه، لأحد إخوة المدين، المدين، نعم، إيه، إخوة المدين، لأحد إخوة المدين الذي أطالبه بمال، لأحد إخوتي المدين أو لأحد إخوة المدين، أحسن الله، يقول: لأحد إخوة المدين. إيش عليهم ذولا إخوة المدين؟ ما عليهم، ما عليك إلا من المدين غريمك. نعم. ذكر أحسن الله إليكم في تتمة سؤالي أنهم شركاء في أغلب شركات. يقول أحسن الله إليك: علما بأن هؤلاء الأخوة شركاء في أغلب شركاتهم. لا، هذا ما تأخذه ما دام أنه ما هو بالمال خاص له، ما تأخذ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يهدى للميت ختمة من كتاب الله؟ لا دليل على ذلك، يقول به بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه. وقلنا أن الشيء اللي ما عليه دليل، الأصل أن الإنسان ما له إلا عمله، إنما يستثنى ما دل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل بعضهم بحديث إنما أنا بشر مثلكم على رد قول العالم وحكم القاضي وجرح الجارح وتعديل العادل إذا كان بدون حجة. يقول أحسن الله إليكم: استدل بعضهم بحديث إنما أنا بشر مثلكم على رد قول العالم على رد قول العالم. رافع رد، أحسن الله إليك، ما يرد إلا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، ما يرد حكم الحاكم إلا إذا تبين أنه مخالف للكتاب والسنة وأنه خطأ، إنه يرد. ولذلك التمييز، محكمة التمييز تنظر في القضايا والصكوك، إذا وجدوا عليها مخالفة ردوها، أما إذا كان الحكم موافقا للكتاب والسنة أو لم يتبين أنه مخالف للكتاب والسنة فلا يجوز نقضه ولا التعرض له، وإلا تفسد الأحكام وكل يعبث. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل هذا ذم للبلاغة أم أنه مدح لها؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل، كما قلنا لكم، إذا استعمل للحق البلاغة طيبة إذا استعملت في الحق، أما إذا استعملت للشر فهي شر حسب ما تستعمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا نذرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها. أنا نذرت، يقول أحسن الله إليكم: أنا نذرت على نفسي أن أتصدق بمبلغ معين من المال عن كل صلاة لا أصليها، ولكني لم أحدد الصلاة، هل هي التي أتركها عمدا أم نوما بعذر؟ لذا فأنا في حيرة من أمري، هل النذر شامل لكلا الأمرين؟ إن كان قصدك النوافل، صلوات النوافل، فهذا ليس القصد منه إلزام نفسك، هذا ليس القصد منه التقرب بالنذر، إنما قصدك إلزام نفسك بهذه الصلاة، أنك تصلي مثلا الضحى، أنك تصلي صلاة الضحى، أنك تصلي صلاة الليل، فإذا كان قصدك إلزام نفسك بذلك فإنها تلزمك، فإذا لم تقم بها فإنك تقضيها، لأنه وجبت عليك تقضيها قضى. أما إذا كان قصدك الفرائض هذه ما لو تصدقت بالدنيا كلها ما تكفر تركك الفريضة، ما يكفرها إلا أداء الفريضة، الصدقة ما تكفر ترك الفرائض من الصلوات. والنذر إذا كان ما هو بالقصد منه التقرب إلى الله، وإنما القصد منه إلزام الشخص، كأن يقول لله: علي نذر إن لم أعطك كذا، هذا يجري مجرى اليمين، فيه كفارة يمين،
يعني ما هو بالقصد منه التقرب، إذا لم أفعل كذا فعلي صوم سنة، هذا ما هو القصد منه النذر، القصد منه اليمين وإلزام نفسك، أو إن فعلت كذا فعلي التصدق بكذا وكذا من المال، ما هو بالقصد التقرب بالنذر، قصدك إلزام نفسك ترك هذا الشيء، هذا يجري مجرى اليمين. النذر يكون إذا كان القصد منه الإلزام الحث، إذا كان القصد منه الحث على الترك أو الحث على الفعل فهو يجري مجرى اليمين تحله الكفارة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان لدى الرجل امرأتان وأحدهما عندها أولاد أكثر، أحدهما وأحدهن أحسن الله إليك إحداهن أحسن الله إليك وإحداهن عندها أولاد أكثر من الثانية، فهل يجوز له أن يزيد في نفقة الأولى ما لا يزيد في الثانية؟ هذا علشان الأولاد، ما هو علشانها، يعطي الثانية لها ولأولادها ويعطي الأولى نفقتها هي فقط لأن ما عندها أولاد. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه قصة سليمان عليه السلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ نعم، إذا جاء شرعنا، إذا جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، وقد جاء شرعنا بموافقة هذا يكون شرعا لنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد محام يدخل نفسه في قضايا تتعلق بأعراض المسلمين وتخل بالأمن للدفاع عن المدعى عليه، رغم أن المدعى عليه قد أقر بجريمته وصادق عليها شرعا في المحكمة، حيث يجادل هذا المحامي بقلب الحقائق بحجج ضعيفة وبدعوى الإكراه على الإقرار، فهل ما يتلقاه هذا المحامي من أموال حلال أم حرام؟ وهل تجب علي نصيحته؟ نعم، يجب عليك نصيحته، عمل ذا لا يجوز، قيام بالمحاماة عن المبطلين أو محاماة لرد الحق، يحامي لرد الحق، هذا عمل باطل ولا يجوز، والأجرة حرام التي يأخذها في مقابل ذلك، لا يحامي إلا بحق وصدق، أما أن يحامي بباطل ويأخذ أجرة هذا أشد، يجمع بين فعل الحرام وأكل الحرام والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه إذا وقف على بابها فقير يريد طعاما وهي تعلم عدم إذنه؟ الأشياء اليسيرة ما في مانع، تأخذ من مال زوجها الأشياء اليسيرة مثل إعطاء سائل عند الباب لقمة أو تمرة أو الأشياء اليسيرة لا بأس بها، إنما شيء كثير هذا لا، لابد من إذنها وإذن الحاكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نذر أن ينحر جملا إذا تحقق له الأمر الذي يريده وقد تحقق له ذلك الأمر، فهل يخير بين فعل النذر والكفارة؟ لا، هذا نذر لازم، لأن الذبح عبادة لله، نسك عبادة لله، فيذبحه ويوزعه على المحتاجين على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص، يقول أحسن الله إليكم، لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال، يعني السؤال من أول. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لإنسان لم يحج حجة الإسلام لعجزه عن الحج بعدم استطاعته على المال وطلب منه شخص أن يحج عنه وأنه يعطيه ما يكفيه لذهابه للحج؟ لا يجوز هذا، حتى يحج عن نفسه أولا، إذا حج عن نفسه يحج عن غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا يجوز أن يحج عن غيره لا بمال ولا بغير مال حتى يحج عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي والدي وقد حج في حياته وقد حججت عن نفسي أكثر من مرة وأريد الحج هذه السنة، فهل الأفضل أن أحج لنفسي أو لوالدي؟
أنت مخير، لكن إذا حججت عن والدك فهذا من البر، هذا من البر والإحسان إلى والدك، ووالدك منقطع عمله أنت تريد أن تصل له العمل، هذه الناحية حجك لوالدك أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مات ولم يحج وله أولاد، فأراد أحد أولاده أن يحج عنه وهو أصغر أولاده، فهل يجب عليه أن يستأذن إخوانه الذي هم أكبر منه؟ من مات ولم يحج وهو مستطيع، مات وهو مستطيع ولم يحج وله مال، يؤخذ من تركته، من تركة الميت، ويحجج به عنه، لأن هذا دين في ذمته، فيحجج عنه من ماله، من تركته، من رأس المال. أما إذا لم يكن له مال، استطاع الحج ولكنه لم يحج ومات وهو فقير، فهذا تقرر الحج في ذمته، فيحج عنه أحد أبنائه، وله لازم يستأذن الآخرين، هو لازم يستأذن الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا حجيت عن شخص وأنا قد حجيت الفرض، فهل يكون لي أجر حجة؟ لك أجر الدعاء وأجر الصلاة في المسجد الحرام وأجر الدعاء في المشاعر، ما زاد عن المناسك من الطاعات فأجره لك، وأما المناسك فهي عن المنوب عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد الحج ولكن ليس لدي الاستطاعة المالية على ذلك، فهل أذهب مع إحدى الحملات مشرفا وأحج، مع العلم أن الإشراف على الحملات مما يشغل الحاج عن أداء حجه على الوجه المطلوب؟ ليس عليك حج حتى تستطيع من مالك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا استطعت من مالك وجبت عليك حجة الإسلام، إذا لم تستطع من مالك فلا، ما عليك حج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يستطيع الإنسان الثبات على السنة والأمن؟ يقول أحسن الله إليكم: كيف يستطيع الإنسان الثبات على السنة والأمن من الفتن والخوف منها؟ تعلم السنة، استطيع يتعلم السنة ويعرف البدعة علشان يتجنب البدع ويعمل بالسنة، أما إذا كان جاهلا إنه يقع بالبدع وهو لا يدري، عليه أولا أن يتعلم السنة من البدعة، وعليه ثانيا أن يتجنب أهل البدع ولا يخالطهم ولا يجالسهم لئلا يجروه إلى البدع والفتن، يتجنب أهل البدع ومجالس أهل البدع لأنهم يعدونه بالبدعة والخرافات، ويلازم أهل الاستقامة وأهل العلم وأهل الحق يجالسهم ويستمع منهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقام عندنا يوم الجمعة درس قبل الخطبة يجتمع فيه الناس على المدرس، فهل يجوز حضور هذا الدرس علما بأن القصد ليس هو الحضور وإنما تحصيل فضل التبكير لصلاة الجمعة؟ يجوز، هذا يجوز، إذا وجدت فائدة وجلست تستفيد ما في مانع، قبل الجمعة أو بعد الجمعة. ويروى عن بعض الصحابة أظن عن أبي هريرة أنه يجلس ويذكر الناس قبل صلاة الجمعة، ورد في شيء عن بعض الصحابة، فعلى كل حال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المتصوفة في بلادنا يبررون دفن مشايخهم في المساجد بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دفنوهما المسلمون في مقابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا في مقابر البقيع. كذابون هؤلاء، قل لهم كذابون، الرسول و أبو بكر وعمر دفنوا في بيت عائشة، ما هم في المسجد، وبيت عائشة خارج المسجد، خارج المسجد ما هو في المسجد، إنما أدخل في المسجد بعد القرون المفضلة، ما كان موجود في المسجد وكان خارج المسجد. هؤلاء يكذبون على الناس ويلبسون على الناس،
نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي أمي من الرضاعة وأبي من الرضاعة من زكاتي؟ إذا كانوا فقراء، لو ما أرضعوك، إذا كانوا فقراء تعطيهم لفقرهم، أما إذا كانوا أغنياء فلا تعطيهم من الزكاة. إن أردت تعطيهم من مالك هواك، لكن تعطيهم من الزكاة لا، زكاة للفقراء ما هي للأغنياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل رحبة المسجد المحاطة بسياج ويتخذها الناس طريقا لهم يكون لها حكم المسجد؟ أي نعم، ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، رحبة أو مسقوف كله من المسجد وله حكم المسجد. نعم، ولا مانع أن الناس يمشون معه ما يخالف، إلا عابري سبيل. الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالمرور مع المسجد لا بأس به لحاجة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي علامات المجدد وهل هي في فترة محددة؟ علامات المجدد أن يكون عالما، يكون عالما بالكتاب والسنة، لا بد من هذا، وعلامته أنه يعمل بالسنن ويهجر البدع، هذه علاماته، يؤخذ من عمله ومن علمه. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم.